مجموعة التين المرة الماضية وهي مجموعة الباراسايتس اللي من السيستود اللي بيصيبوا الكارنيفورس قلنا والهيومن، وحكينا في تنتين بيصيبوا الهيومن اللي هي تينا سوليوم وتينا سيجيناتا. بلشنا بالتينا سوليوم وحكينا وحكون تقريبا نفس اللايف سايكل في بين التينا سوليوم وتينا سيجيناتا باختلاف النوع. الانترميديت هورس ومثلناتهم ديفينيت فورس هو الهيومن. اختلف عندي الانترميديت هورس بالتينا سوليوم اللي بلشنا فيها كان السوان او الخنازير، وبالتينا سيجيناتا كانت الكتل. طيب اذا الهيومن هاف تو دو تيت الاندركوك رو ميت حتى يحصل اذا اوف ذيم حسب نوع الباراسايت نوع اللحم او نوع الحيوان. من الخنازير باخذ تينا سوليوم، من الابقار باخذ تينا سيجيناتا. وقلنا في اكسبشن عندي في التينا سوليوم، اذا الهيومن اكل الاكس they could have معملوا اللي هم بسموها نيوروسيسيكوسيس، يعملوا سيسيكوس في مناطق مختلفة من ضمنها البرين، ممكن في العين، في لذلك لما نجي نحكي على التينا سيجيناتا ما راح نحكي كثير. هذول قلنا السيست في داخل المصل ويكون محاط في فايبرتك تيشو. هذول بيكونوا بالبلدات لا لا هذول موجودين بالمصل. طب ليش ما تكتب الاتحاد قبل ايش؟ البلادة هاي بيسموها زي البلادة زي كينها مثلا هي السيست اللي هي عبارة عن كيس مي. This is why it's called bladder. يعني شكلها زي البلادة. هذول هون بس احنا في عملية الدياجنوستيك اذا عندك انت في المصل وبدك تفحص اللحمة طبيعي يجوا لما تيجي تعمل انسجين صعب انك تشوف السيست اللي باللحم اللي حكينا هون حجمه صغير. لانه اذا بتعمل انسجن بدك تعمل مناطق محدده بيعتمد على عددهم قديش الديستريبيوشن تبعهم. هذا بالنسبه لتينا سيجيناتا وتينا سوليوم في الانترميديت ورس حجم السيست مش كبير مش سهل انك تميزه. فافضل طريقه اللي بيعملوها بيعملوا دايجستن للميت، بحطوا انزيمز بيعمل دايجستن للمسلز، بعدين دي ليبريت هذول السيست. يو كان سي يعني بياثر على الانزيم بياثر على المصل او الميت بس ما بياثر على السيست. ف يو كان سي ذيم يعني في طرق في المختبر انك تعمل دايجستن للميت وهذول دي ويل سيبريت يعني يو كان سي ذيم. هاي واحده من طرق الدايجنوستيك. بس في بعض الحالات طبيعي هي هون مثلا المناطق اللي ممكن يكون فيها كمان حتى بالليفر بالبرين ممكن نشوف السيست بالنسبه للانترميديت هورس. وهي الحالات كمان اللي بتصير في عندي اذا قلنا السيست عنده فايبرتك تيشو وقلنا هاي واحده من الديفنس ميكانيزم بالنسبه للهوست انه يعمل فايبرتك تيشو حوالين الباثج او الفورن انتيجين. بعد فتره طبيعي هاي اولد بيكون ما راح يقدر يقضي عليها او يخلصها من الجسم. They will start depositing the calcium. فبيعمل زي الجدار حواليها. عشان هيك لما تيجي تعمل اكس راي ممكن تشوف النقط هاي اللي هون. وهذول دلالة على انهم هذول السيتي سيركس فايبرتك تيشو وحالي وذي هاف الكالسيوم ديبوزيت فبصيروا زي النوديولز موجودة جوا. طبيعي هذا التريتمنت. ونيجي هنا للسيجيناتا تينا سيجيناتا. راح نلاحظ هون نفس الشيء نفس المواصفات اختلف. اثنيناتهم موجودين قلنا اثنيناتهم موجودين في العضل موجود في الهيومن. بس السؤال اذا هم اثنيناتهم موجودين في الهيومن وواحد اعطيته شوكه واعطيته بسموه الانسترومنتيك او طعم الديدان نزلت العضل كيف بدي اميز هل هو عنده تينا سيجيناتا تينا سوليوم اذا هذا البيشنت ممكن ياكل لحمه خنزير او لحمه يعني لو رحت على اوروبا المناطق هاي كيف بدي اميز بيناتهم؟ لاحظ انه اللي هو الريستوريوم. الريستوريوم اللي هو قلنا المقدمه الهيد في التينا سوليوم عندهم الهوكليكس هذول اللي هون زي الاشواك الصغيره. في التينا سيجيناتا اللي بتيجي من الابقار ما عندهم. هاي الفرق الوحيد اللي بتقدر تميز بيناتهم
لما واحد جاب لك قال لك هاي الاضاءه نزلت من هيومن كاس السوق بنفس المواصفات اللي شفناها ما راح تختلف اي شيء بالنسبه للاضاءه. قلنا اختلاف باللايف سايكل عندي اللي هو التينا سجينات اللي تيجي من الانفكتد كاتل. الشيء الثاني اللي فرق بينه وبينها ما في عندي انه الايجز يعني اذا الهيومن اكل الايجز ما بيعمل سيستي سيركس ما بينعدل منها، لازم ينعدل لما ياكل اللحمه او جزء المصاب من اللحمه اللي فيه السيستي سيركس. هاي اللي هو نفس الايج. مشان هيك انت حتى لما تيجي وهي مهمه كثير في المختبر تفحص ما بتقدر تقول تحدد شو نوع اللاذة، بتقدر تقول هذول ذيس ار تينيا او تينيا لايك ايجز. شو يعني؟ يعني حتى لو جا من الكلب مثلا اعطتني اللي شفت اللي هذول ما بقدر تقول تينيا هذا ديجينا ولا تينيا فورمس ولا اذر هذول، بتقدر بس من الشيب هذا بدل على مجموعه. لانه انا بالنسبه لي ما راح تفرق معي كثير. ليش؟ لانه اذا خلص حددت ان هاي مجموعه التينيرز معناها هذول الاذرز موجود في الانتستين بتاثروا بالالبندازول مثلا راح يكون نفس العلاج في المرحله هاي بالنسبه لهذا النوع من الفرصه. بدي احدد ليتر اون كيف ممكن احدد؟ ممكن اعمل موليكولا، ممكن اعمل بي سي ار واجيب سبيسيفيك برايمرز ممكن احدد لي اياه. الشغل اللي هنا طبيعه هاي الموجوده دائما مشاكل في الهيومن في المناطق اللي فيها ايش؟ مشاكل في المجاري السوي سيستم. نيجي نطرح السؤال هسه لو سالته اقاربك يعني على التاريخ القديم للعائلات كان مشهور الناس تنصاب بالديدان الشرفيه وبروحوا على الصيدليه بعضهم حبه الدود بيسموها حبه وشربه وينزل منهم الديدان اللي فيها. السؤال اللي طرح نفسه ليش الايام هاي من النادر ما حدا تسمع انه انصاب بالديدان الشرفيه؟ الناس صارت اوعى من ناحيه اللي هو السويج والاشياء زي المصارف الصحيه. هسه المصارف الصحيه هي تطور المدن والحضارات، معناه انه المدن تطورت بطل في عندي انا يعني صار في تحكم في السويج سيستم. طبعا في دول كثير في العالم لا بعد عندهم هاي المشكله انهم ممكن يتبرزوا في اي مكان، يعني بده يقضي حاجته بيطلع برا ممكن يلوث المرعى. هي واحده من الشغلات. ايش كمان؟ طبعا الوعي الصحي ممكن نيجي نحكي انه الناس صارت تطبخ اكل ويعني قليل ما بوكل الشغلات النيه، هي واكثر طبقه اللي كانت مشهوره في السبب هي هذا الكب النيه اللي كانوا ياكلوها، وحتى في لبنان بتروح في عندهم بوكلوا اللحم نيه ما بعرفش ليش. بس هي واحده من الطبخات الموجوده بالتراث تبعهم، احنا في بتوقع في الاردن هاي الشغلات مش متعودين عليها. بس في شغله الكب النيه هاي في ناس بعدهم بوكلوها. بس حتى لو الحكي هذا ما هيك الحكي، ليش كمان قلت الحكي هذا؟ لو بدي استبعد الحكي هذا سليم الراعي ممكن؟ الراعي اذا هو سليم التربيه مش الراعي. يعني سليم التربيه الناس الابقار البلديه اللي كنا نسميها بلديه اللي هي لوكالي بريد كان حجمها اصغر ومعتمده زي الغنم تطلع يسرح فيها ويرعى. هسه لو لاحظت نظام التربيه عندنا في الاردن بيعتمد على ايش؟ على المزارع انتنسيف اللي هي كلوز سيستم موستلي. يعني من نادر ما تلاقي حدا، بتلاقي بعض مناطق في القرى عنده كم بقر بيطلع يسرح فيهم. بس اغلب الناس او اغلب التربيه عندنا الحيازات في الاردن موجودين في مزارع. والمزارع الاكسبوجر بينها وبين تلوث الانفيرمنت والمنفيرمنت او المراعي بدها تكون مختلطه بايش؟ باللي هي مخلفات البني ادمين حتى يحصل الابقار يحصل الاكس اللي راح تسوي سيركس ويجي البني ادم ياكلها. فهي المرحله هاي لازم ياكلها ما تكونش مطبوخه كويس او تكون نيه. فاحتماليه الاصابه صارت منخفضه كثير. بس ممكن يجي الحيوان مصاب من بلاده يعني الروماني الاسترالي او البرازيلي اللي قاعد بيجينا، اذا كان مجمد على الاغلب بتكون مقتول ومش راح تعمل لك. بس اذا كانت فريش يعني مبرده ممكن تصير في اصابات. وهنا بتيجي العامل اللي هو الطبخ. واحنا الحمد لله في بلادنا بنحب مش بس نطبخها، تلاقيها لازم انها اذا بيقولوا انها نحنها يعني لازم يطبخوها زياده. برا لا، في عندهم الستيك لازم
كثير مرات يعني بتكون طبيعة الطبخ على الأغلب أقرب للرو اللي هي النية. إذا هذا هو الثينا السيستم سيركس اللي موجود في المصل يو كان بريدي بالدايجستشن زي ما حكينا في وهذول الهيومن ذا اونلي واي تو جيت ذا انفكشن جاست ذي هاف تو ايت ذيم من الانترميديت كورس في المصل. اتوقع ان راح يكون في شيء كثير في اللايف سايكل مختلفه راح يكون زي ما بقول لاحظوا انا السيستم سيركس بوبس اسم السيث في موجود اللي في الانترميديت هورس بالنسبه للتينا سوليوم كان اسمها ايش؟ سيركس سيلوزا. اوكي تمام. لاحظ حجم ال سيركس يوجوالي تايني تقريبا اقل من 1 سنتي وبدأ تقريبا حتى تصير انفكتيف يعني مش مباشره لما تصير عدوى بدأ تقريبا حتى تصير انفكتيف في هذول بدأ تقريبا يعني تقريبا شهرين ونص ولا اكثر. انا في كثير هنا حكي بتوقع انه الاغلب راح تلاحظ انه الابدومين بين هو الكومون بروبلم لانه قاعد تحكي على ديدان طويله ممكن توصل طول هذا المترين مثلا متر مترين ثلاث ممكن يعمل دائريه والدائريه سببها بيعمل اريتيشن ممكن يعمل عمليه انفلاميشن في الانتستين بدك تربط وجود العضل راح ياثر على حركه الامعاء. في كثير من الحالات سبب حركه الدائريه هو الحركه الزايده للامعاء وهذا تحريش الامعاء وجود الباراسايت داخل الامعاء تعمل حركة الأمعاء الزيادة هذه. راح يعمل ويت لوس وأنا قال كومبيتيشن. شو يعني كومبيتيشن هون؟ اللي هي وذ ار كومبيتينج على السيم نيوترينت اللي هم بدهم يستفيدوا منها مشان ال 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 الامتصاص تبعهم. مشان هيك قلنا إنه في بعض حضارات لحتى هسه في العالم بتروح ممكن يعطيك الديدان هاي ديدان شريطيه اذا بدك تنزل وزنك بدل ما تروح تقص معده ولا تقلب وتعمل كيتو وتعمل مش عارف ايش شغلات هاي يعني هسه الاثار الجانبيه هاي اوكي تينا سجناتا كاس تينا سولمنتي تينا سجناتا هذول بس يعني هون يعني مش ايثيكال اللي هون يعني بيستخدموها بس برا في بعض مناطق بالعالم بتروح على الصين بتروح على الهند ممكن يعملوا يعني بدك تعاني شوي بس ممكن يو لوز ويت بحيث ما خلص بالكاش الموضوع مش عاجبك كراس ما بتاخذ حبه الدوده زي ما بقولها الشربه او اللي هو الانسل مين تكس بتنزل بتنزل البارسا في التمييز هو ديانات باثوجينيك يوجوالي unless انه عددهم كبير ممكن ياثر ممكن يعمل مصل ستيفنس في هذا في السيفير كيسز. الدياجنوسيس ممكن اشوف البروتوكولات بالفيكا ممكن اشوف الاكس البري بيتن بيريود هو 3 مانث. شو يعني بري بيتن بيريود؟ هي الفتره ما بين دخلت الحيوان او البني ادم اكل السيست سيركس لحد ما صار عندي اطل وستارت اللي هم producing the eggs والسيجمنت اللي بينزل في البراز. اذا هي البيتنسي هون يعني زي المنطقه المخفيه من الانفكشن اللي هي محل ما دخل لحد ما صار ادلت وانا يجي لحتى اشوف الاوتكم من الانفكشن بشوف الايجز او بشوف السيجمنتس اللي فيه اكس هذول بدها تقريبا ثلاث اشهر بين من السيست سيركس لتصير ادلت. بريزنت كونتال قد شفناه هذول استخدمناه في الهيومن في التريماتود وش ستورد افكتيف يوجوال انا ما بستخدم في ال بس ستورد ما بستخدم اللي هو الكومن اللي بيستخدم عندنا في الانيمالز مثلا اللي هو الايفرمكتين لا
الايفرمكتين على الاغلب ما بياثر لا على الفيماثول ولا على السيستول بسبب واحد، الايفرمكتين بياثر على الجهاز العصبي لا اللي بتعالجه. بس الجهاز العصبي اللي عنده جهاز عصبي النيماتودز او الديدان الاسطوانيه موجود في الحشرات، ما بياثر على هذولا لانه ما عندهم جهاز عصبي. طبعا اللي هي لاحظوا الدربينشير كوك ميت هاي جيل سوي سيستم كلها كيف بدي اقطع اللايف سايكل بالنسبه حتى المان هاندلنج. هسه هون مرات بيعتبروا وهي شغله مهمه انه اللي بيشتغلوا في اللحمه وتقطيع اللحمه او حتى الست اللي بالبيت او الشاب اللي بده يقطع لحمه دير بالكم اللي هو عمليه تعقيم الادوات القطاعه تبعت اللحمه هي بس للحمه، لانه سلسله السركاي ممكن تلوث ايديك. يعني انت مش شرط انك تاكل لحمه مباشره، انت بطريقه غير مباشره بتاخذ اللعبه هاي و انت بتوقع انك انت تطابخ اللحمه بس ما في عندك هيجينك ميجرز اللي هتمنع انه يعمل لك انتقال للانفكشن. النوعيه الثانيه اللي هي بتخش باللي بيسيبوا الحيوانات الثانيه الكاربيبورس، في عندي هنا التينا اوبس. اذا التينا اوبس بتصيب ايش؟ اوبس. ايش الاوبس؟ لوفاين. مين؟ لوفاين شيب. تينا اوبس هذا ما بيصيبوا الشيب. هم مره ثانيه تينا زراعه كاربيبورس، الاوبس الاوفاين هم الانترميديت هوس. تينا دوكس اوفاين مين هم؟ اللي هم الانترميديت هوس. فالديفينت هوس الدوكس والاذر كانيديز الانترميديت هوس الاوفاين ويعني الشيب والجوت اراوند ذا وورلد. واحد تروح مناطق كثير مصر والمصل من ضمن المصل اللي تروح على سكيلتال مصل والكارديك مصل تعمل اللي هم السيست هذول في الانترميديت هوس. وذا قاعد نحكي هون مرات بالاوفاين. فينا هدات تجينا لاحظوا هنا اغلب اللايف سايكل اختلفت بس عباره عن ايش؟ انترميديت هوس ديفينتد فورس. فينا هدات تجينا نفس الشيء في موجود الاضر في الـ في الـ في الدوكس اختلفت عندي بالانترميديت هوس. قلنا هاي على الاغلب بتصير في الشيب ممكن يصير في السواي. اذا وايلد دومستيك كومينا اظن من ضمن كمان تينا عدد تجينا اللي حكينا. بس اظن بدك تدير بالك تينا عدد تجينا تختلف عن عدد سيست، مش هاي اللي بتعمل عدد سيست. عدد سيست هي شغله ما لهاش علاقه بالتينا، لها علاقه بالميكانيكال كاسجانوس. اذا راح نلاحظ احنا قلنا فيه هذول كلياتهم مجموعه التينا اما بيعمل سيست سيركس او سينيورس من ناحيه نوع السيست. الهايدات السيست اللي قلنا هو نوع من السيست مش الهايدات الجينه بتعملها، بتعملها نوع ثاني البارسايت ملوش علاقه بالتينا. لاحظ الديفينيت فورس اللي هون الدوكس والكانيديز والعضلات موجود في السمول انتستين وهذول موجودين حتى في الاردن. يعني هذول اللي هي عندي سيس سيركس تنكوليس وهذول النون از ووتر بولز. يعني هذول يعني كرات المي اللي بتلاقيهم في لما تيجي تفتح الابدومن الكافيتي وتطلع الاحشاء في المسلخ او في لما يجي اللحام او لما تذبح الضحيه راح تلاحظها على المزنتري على السيرفيس تبع الليفر. هذا قاعد بحكي في الانترميديت هوس، هذا اتوقع في انه صور عندهم. هذول كيس الماي بيكون حجمهم صغير هيك، ممكن تكون حجمهم اكبر من هيك. قليل ما بنشوفهم احنا في البانكايما، بس هذا لا يعني انه مش موجودين في البانكايما تبعت. هسه اذا الهيومن اكل الهسيست هذا شو بصير فيه؟ يعني لو انت اكسيدنتلي جيت اكلته يعني صار تلوث بالسيست في اللحمه اللي قاعد تاكلها وانت ما طبختهاش كويس، شو راح يصير في عنا؟ راح يصير في عندك شيب ذبحته
صار في تلوث، الكل نهاية ما طبختهاش كويس، اكلتها اجت السيستم، اخذت السيستم احسبك يا شيخ؟ اه تروح على الانتستم بصير ادرت. مرة ثانية مين الديفينيتيف فورس؟ اه كناك. اذا كناك هيومن مش بالسايكل. اوكي؟ احنا بنحدد ايش هو الهيومن از ديفينيتيف فورس، قلنا لحد هسه فينا سجيناتا، فينا سوليوم اللي بتاخذ السيست بصير عندك ادلت في الانتستم. نقطة. اوكي؟ فانت هنا وهنا احنا مشكلتنا دائما في الامراض هاي اللي هي المزارعين او اللحام. واحد راعي مثلا عنده ناجي ماتت بزتها الحيوان الكلب اللي عنده طبيعي اللي وجوه اللي بتعموش، او اذا ذبح اي شيء بتسهلكه شو بزته للكلب. الكلاب طبيعي انت وياه انت يعني هو مش عارف الحكاية بس هو فعليا قاعد بكمل اللايف سايكل للبارسايتس. احد الاكس نفس الشيء ما بتقدر تميزهم يعني في براز الكلب تينا اوفيس تينا هيدات جينا نفس الاكس اذا هي قلنا تينا او تينا لايف اكس. اذا البروفينشال يوجوالي هو مشكلتك دائما كيف انك تعمل تقلل من اما تعالج الكلاب هي كمان شغله مهمه بس لانه انت كمان تقدرش تسيطر على الكلاب كلها يعني مش كلها تقوم انت هي كثير عندنا مشاكلنا في بلادنا في الثري دوكس ممكن تخفف انه يوصل المناطق المصابه للدوكس اذا مات حيوان تدفنه على عمق او تحرق الجثه بحيث انه ما يصير او اقل ما فيها اذا بدك يستفيد انك الاعضاء اللي فيها السيست هذولا ما ياكلهاش الحيوانات. في المسائل اللي قلنا لكم قبل هيك انه اما بحبوهم او صاروا الايام هاي مرات بحط عليهم ديزل او بحط عليهم ماده منفره لهي الحيوانات ما تيجي تاكلها. هسه هون بدكم تركزوا معي شغله هون مهمه ان انفكشن موجوده عندنا في الاردن اللي هي التينيا مالتي سيل. خط مرض خطير بالنسبه للشيب والجوت از انترميديت هورس الديفينيتيف هورس هم الدوجز. مرض موجود عندنا في الاردن وبيعاني منه مزارعين كثير يوجوالي بالايام هاي تقريبا بين شهر واحد لشهر ثلاث اربع بيجيك المزارع يقول لي طب في عندنا الحيوانات مرض اللي بسموه بصيب ادوار او بسموها منجمه اللي هو بالانجليزي بسموها ستار جيزنج او سيركليتنج ديزيز او بقول لك انعمت وصارت تلف حوالين نفسها. كل هاي مصطلحات لنفس المرض. طبعا في امراض مشابهه في بسموها بالديفرنشال دايجنوسيس مشابهه لها في بعض اعراض عصبيه بس هاي يونيك بشغلات اننا نقدر نعرف نميزها من الا هذول بيعملوا السنيورس. قلنا الوحيده اللي بتعمل السنيورس السنيورس اللي هو السيست في داخل الانترميديت هوست بكون عباره عن السيست في مالتيبل بورتس كوليكس اللي هي اللافال ستيج ما في اللي دوتر سيست ولا بصير حادات السيست. هسه هذول قلنا مالتيبل بورتس كوليكس في داخل السيست بس هذا مشكله السيست وين بصير في الشيب؟ هذا متخصص بروح على البرين على داخل السكان داخل البرين. فكيس المي بلش يكبر يكون ممكن جيد وورمز الديفينيت فورس الكنديز اللي هم الدوجز عندنا الانترميديت فورس شيب والجوت من النادر ما بنشوفها بالكتل بس هي هاي مشكله كبيره في الشيب والجوت وعندنا في الاردن منتشره بشكل يعني مشكله صعب انك تقدر تسيطر عليها لاسباب كثير هسه بنحكي عنها. اذا السنيورس موجوده في البرين وبتعمل السيست وهسه الدمج تبعها هاي كيس المي في البرين راح يعتمد وين موقع السيست كيس المي وين يجي في البرين على الفص اليمين شمال قدام ورا شو الجهاز العصبي اللي بتحكم فيه البرين بتبلش الاعراض. بس الكومون بصير في عندي البلايندنس اللي بلايندنس ممكن يونيلاترال او بايلاترال يعني يا عين يا عينتين يا يمين يا شمال. وشو اعتمد هنا على ايش؟ اعتمد على وين جاي السيست كيس المي.
طبيعي حتى تعرف ان كيس المي اذا جاء واحده من الجهتين اذا متجاي بالنص فهي تمد عكسي ماشي. اذا كان عمى في العين الشمال بده يكون السيس في المنطقه اليمين ماشي. بتعرف تقول الاوبتيكال نيرفز دي كروس دي دو سيركوليتنج سيركوليتنج بصير يدور حوالين نفسه. طب ليش بدور حوالين نفسه؟ بدور حوالين نفسه لانه السيس بيعمل بين في الدماغ بصير بيعمل الم وضغط وصير حوالينها زي اللي بده يحاول يعمل ايزنس لل ومن هون من ضمن الشغلات اللي بيعملها بسموها هيد بريسنج. لاحظ انت الدماغ تبعه او السكال في كيس ماي قاعد بيكبر وقاعد بيضغط على البرين فبيعمل الم داخلي فهو رده فعله بروح الهيد بريسنج بصير بيقرب على الحيط بصير يضغط مشان بالخارج مشان يحاول يخفف الالم. هي معاناه كثير للحيوان وهذا الكونديشن بسموه جيز. هذا من ضمن الشغلات كمان بسموه بيعمل ستار جيزنج اللي هو زي بتطلع مشان هيك بيجي المزارع بيجي بيقول لك المنجم بصير يطلع لفوق. طيب هاي كلها اعراض عصبيه من ضمنها. هسه راح تلاحظ انت السيجنفكنس للموضوع حاط انه مش public health importance يعني انه يصير البني ادمين ما بصير البني ادمين. يعني اذا البني ادم اكل الحيوان او اكل جزء من الحيوان فيه الستريس سيركس ما بنقول اولي بنقول المشكله من اللي هي بين الدوجز والشيب. في ملاحظه عند المزارعين بقول لك ما بتصيب الا الثنايا. ايش يعني الثنايا؟ صغار ثنايا يعني الثنايا في العمر تقريبا بين سنه سنتين العمر. من النادر ما تصيب اقل او اكثر بس هو بصيب يعني ممكن يصيب اقل من سنه يعني شفناه على 6 7 8 اشهر وممكن تشوفه على فوق السنتين بس اغلب الحالات اللي هم هذول الثنايا. طيب احنا واحده مشكله زي ما بقول نرجع للمشكله الاساسيه في الاردن في مناطقنا في ايش؟ اللي هو وجود السريدوكس اي واحد بالاضافه الى اللي بيربوا الكلاب. يعني انا مره من المرات رحنا نجمع عينات من مزارع موجود في الغور كان عنده بجوز 50 60 راس ولا 100 راس كان عنده بجوز 20 كلب. بقول له طب انت بربي الكلاب ولا بربي الغنم؟ بس مشكله المزارعين وين؟ بربي تكون مثلا عندهم ثعلب خلفت عنده بعد ما خلفت اجى الصغار مثلا بده يبعدهم. بتعرف انت الكلاب يعيشوا في الكوميونتي بيجي يبعدهم لو شالهم حطهم بالسياره 20 30 كيلو برضه يرجعوا. وبعدين الكلاب بتلم حواليها كلاب. فمش يعني بيوجد ما فيش عندهم ثقافه انه يعقم الكلب ولا يخفف بطريقه او باخرى فصعب السيطره عليه. فلو هو يعني غير الستري دوجز هو كمان لما يربي كلاب صعب يسيطر على العدد تبعهم. الثاني الحيوان اللي بموت هون راح يأكل الكلاب او الحيوانات الضالة هاي. واغلب الناس عندنا هاي مشكلة اذا بموت حيوان بروح بزته بالوادي بزته في منطقة معينة ما بدفنه او بحرقه او بحاول يخفف من المشاكل هاي. فهي مشكلة سيئة جدا. الشغلة الثانية اذا الحيوان انصاب الشيب هل له علاج؟ اللي هو الكومن سؤال الاجابه الجنرال على الحكي هذا ما لهوش علاج. فالاغلب بتشوف المزارع بيسوي بيذبحه بزت الراس وبيستفيد من اللحمه او بروح بيبيعه للحام بشيء يعني نعطي مثلا خروف حقه 200 دينار بيبيعه ب 20 دينار اوكي. بس هسه هل في علاج تطورت بعد هيك صاروا يستخدموا الالبندازول على جرعه عاليه نوع من الفيلمنتكس او سوي من العمليات طبيعي مش الفكس.